وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمل مصر للتخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة. وأضاف الرئيس السيسي حرص مصر منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول مساعدات. لأن خلال الأربع شهور اللي فاتوا ولا أكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. إحنا أبدا مصر، وأنا طب أنا قلت الكلام ده قبل كده والحكومة بتقوله كتير والوزير الخارجية بيقوله كتير، لكن أحيانا التكرار بيبقى مهم لتأكيد الرسالة. مصر أبدا أبدا لم تغلق القطاع، ولكن آسف المنفذ يعني، ولكن إحنا عشان نعمل حاجة في أوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا إن ما حصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراء، لكن وإحنا كمان بنحبكم كلكم. فأنا بس حبيت أشير للنقطة ديت، وإحنا إن شاء الله خلال يا رب الأيام اللي جاية البسيطة ديت نصل إلى وقف إطلاق النار وتبتدي إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة. فكان لابد إن أنا أقول الكلمتين الصغيرين دول، وأيضا أكد إن إحنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله.